والآن وقفة اقتصادية من نشرة السادسة. الجولة الاقتصادية وشروق عماد، إليك شروق. شكرا لكما يوسف وأميرة، أهلا بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة. وضع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة ورئيس مجلس إدارة مجموعة هاير العالمية حجر الأساس لمجمع هاير إيجيبت بمدينة العاشر من رمضان، وهو أول مجمع صناعي صديق للبيئة في مصر على مساحة 200,000 متر مربع. وتضم المرحلة الأولى من المجمع 3 مصانع رئيسية بالإضافة إلى المصانع المغذية بتكلفة استثمارية تتجاوز 100 مليون دولار، ويوفر 2,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في الربع الأول من العام القادم بطاقة إنتاجية سنوية 1,000,000 جهاز بمكون محلي يتراوح من 60% إلى 70%. في إطار جهود الدولة لتوفير السلع للمواطنين، تم افتتاح معرض بيع السلع الغذائية ومستلزمات رمضان، والذي أقامه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بالتعاون مع مديرية التموين بالمحافظة وبتنسيق مع هيئة تنمية الصعيد. ويتيح المعرض السلع الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة بنسبة لا تقل عن 30% عن مثيلاتها بالمحال والسلاسل التجارية. يمكن بالأمس القريب كنا بنفتتح منفذ في مدينة أسيوط الجديدة، ودي تنفيذا للتوجهات الرئاسية لإقامة السيد رئيس الجمهورية، إن احنا بنكتر بين المنافذ بيبقى فيها كل السلع زي ما احنا شايفين كده في المنفذ اللي احنا موجودين فيه، وده في قلب مدينة أسيوط. في الحاجات رمضان موجودة، في الحاجات الخاصة بالأعياد موجودة، عيد الأم عشان داخل علينا، وكل سنة ومصر كلها وأمهات مصر كلهم بالخير يا رب بإذن الله تعالى. كلنا بنشارك في إقامة المعارض، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. احنا هنا في أحد المعارض المقامة في نطاق محافظة أسيوط، وبالتحديد في نادي الواي. المعرض مقام طبعا بيعرض جميع أنواع السلع الغذائية. أنا عندي فرق في المعروضات بين هنا وبين الأسعار في الخارج. طبعا الهدف الأساسي هو تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. تواصل معارض أهل رمضان المنتشرة في أنحاء محافظة دمياط تقديم وبيع السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل نسبتها ما بين 30% و40%. تتضمن المعارض سلعا غذائية وخضروات وفواكه وأسماكا ولحوما ومنظفات، إلى جانب القسم الخاص بالمجلس القومي للمرأة ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة. هذا ويتضمن المعرض أشغالا يدوية ومفروشات ومجمدات من إنتاج سيدات المدينة. موفرين كل الشغل اللي أنا عامة بشتغله، أي شغل بيتي داخل التفريزات الخضار والفاكهة وتقطيع اللحوم وتجهيزات المطبخ لست البيت العاملة، موفرها لها بكل حاجة، بالتتبيلات، بكل الشغل، تطلع وتطبخ على طول. فرصة كويسة وجيدة جدا ان احنا توفر لنا في جميع معارض اهل رمضان مساحة كويسة جدا لجميع المشغولات اليدوية والمشروعات الصغيرة. احنا مبسوطين جدا من فكرة المعرض، والمعرض في متناول الناس كلها، يعني اللي معاه بيشتري واللي معهوش بيشتري، والناس كلها بتشتري الحمد لله. انا باجي هنا المعرض وبشتري كل السلع، والسلع كلها متوفرة وبأسعار مخفضة واقل من السوق كله، وكل حاجة دايما موجودة. في أسواق البترول العالمية واصل النفط خسائره مع تسجيل خام برنت أدنى مستوى له في 3 أشهر، إذ أثار القلق بشأن بنك كريديت سويس مخاوف الأسواق العالمية ليحد ذلك من التأثير الإيجابي لتوقعات بانتعاش الطلب الصيني على النفط. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.1% لتصل إلى 75.5 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة
بنسبة 3.25% مسجلة 69.1 دولار للبرميل. هذا وتراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.87% لتصل إلى 62 دولار لللتر، وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.54% لتسجل 2.48 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تخلت معظم أسواق الأسهم في الخليج عن مكاسبها في التعاملات المبكرة لتغلق على انخفاض لتقتفي أثر البورصات العالمية، إذ اعترى الأسواق حالة من القلق بعد أن قال أكبر مستثمر في البنك كريدي سويس إنه لا يمكنه تقديم المزيد من المساعدة المالية للبنك السويسري. وتراجع المؤشر السعودي بنسبة 1.6% متأثرا بانخفاض سهم شركة أرامكو بنسبة 2.9%، كما تراجعت أسهم البنك الأهلي السعودي 2.7% مسجلة أدنى مستوياتها منذ فبراير 2021. وتراجع المؤشر القطري 1% مع هبوط معظم الأسهم المدرجة فيه. وهبط مؤشر بورصة أبوظبي 0.7% في حين أغلق مؤشر دبي على ارتفاع قدره 0.2% منهيا 6 جلسات من الخسائر. وصل معدل التضخم في الأرجنتين قفزاته وتخطى حاجز 100% الشهر الماضي للمرة الأولى منذ أزمة التضخم المرتفع في عام 1991. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء في الأرجنتين أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 102.5% في فبراير مقابل 98.8% في يناير. وإلى جانب التضخم المتفاقم، فإن جفاف المحاصيل أدى إلى تفاقم التوقعات القاتمة بتدهور صادرات السلع الأساسية التي تعزز النشاط الاقتصادي والإيرادات الضريبية واحتياطات البنك المركزي في البلاد. وكان بنك جي بي مورغان توقع الشهر الماضي أن يشهد اقتصاد الأرجنتين سيناريو الهبوط الحاد العام الجاري، حيث تعمق موجة جفاف المحاصيل التوقعات بحدوث انكماش أكبر. انتهت جولتنا الاقتصادية، وعودة من جديد إليكما يوسف وأميرة. شكرا لك شبوك.